الآن نشرة الأخبار مع أسيل عماد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة والتي نبدأها معكم بأهم ما فيها. الانسداد ينقل البلاد إلى الفراغ، إخفاق تمرير رئيس جديد للجمهورية خرق دستوري واستمراره يفتح جميع السيناريوهات. المالكي والحكيم يؤكدان أهمية تشكيل حكومة توازن وطني ويشددان على ضرورة مشاركة المكون الأكبر في الحكم. لحفظ الأمن الغذائي وضبط الأسعار، جولات تفتيشية في الأسواق المحلية وثلاثة أشهر من الاستيراد الخارجي لتحقيق الاستقرار. أهلا بكم، والبداية من آخر التطورات السياسية، حيث انتهت اليوم المهلة الدستورية لاختيار رئيس جديد للجمهورية، ولم تفلح القوى السياسية كافة في تحقيق تفاهمات تفضي لعقد جلسة انتخاب الرئيس بانصاب ثلثي الأعضاء تحت قبة البرلمان وفقا لاجتهاد المحكمة الاتحادية التي أتاح تجديد فتح باب الترشيح بعد أزمة مماثلة سبقتها. يأتي ذلك في أعقاب حالة انسداد سياسي غير مسبوقة كانت كفيلة بإدخال البلاد في حالة فراغ دستوري جراء عدم استكمال الاستحقاقات المترتبة عن إجراء العملية الانتخابية والمنصوص عليها في الدستور والمتمثلة باختيار الرئاسات الثلاث. ورغم ذلك تخوض القوى السياسية حوارات من شأنها تسريع خطوات تشكيل الحكومة الجديدة وسط استمرار حالة الخلاف بين قادة الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هذا كما شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وتيار الحكمة عمار الحكيم على أهمية تشكيل حكومة تحقق التوازن الوطني وتحفظ للمكون الأكبر في البلاد ولباقي المكونات حقوقها في المشاركة بعملية تحمل مسؤولية بناء البلد وحفظ استقراره. وبحث الطرفان خلال لقائهما مستجدات الوضع السياسي والحوارات الجارية بين القوى السياسية، وأكد أهمية مواصلة الحوارات بين القوى الوطنية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة وتشكيل حكومة تحقق التوازن الوطني وتحفظ للمكون الأكبر ولباقي المكونات الاجتماعية حقوقها في المشاركة بعملية تحمل مسؤولية بناء البلد وحفظ استقراره. في شأن آخر، خول مجلس الوزراء المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية بصلاحية طبع الدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي حصرا وتجهيزها خارج العراق، وذلك في حال عدم إمكانية مطبعة وزارة الداخلية توفير الدفاتر بالمواصفات والشروط المطلوبة. التربية أيضا حظيت بقرار يسهل إجراء الامتحانات من الآن بما تتطلبه من طباعة الدفاتر الامتحانية وغير ذلك، وقرار مجلس الوزراء اليوم دعم هذه الوزارة في تهيئة مستلزمات العملية التربوية فيما يتعلق بطباعة الدفاتر الامتحانية. ويأتي ذلك بعد مرور 4 أشهر على إعلان هيئة النزاهة استقدام وزير ومدير عام سابقين على خلفية التحقيق بعقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر لوجود مخالفات شابت عقدا أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات الأهلية. وقالت الهيئة في بيان إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت أمر استقدام لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية السابقين، وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل
قسم العقود إلى شركة النهرين التي أقامت بدورها بإحالة العقد إلى إحدى الشركات الأهلية لغرض طباعته خارج العراق. وعلى طريق العلم والمثابرة نحو المستقبل الأفضل، يمر الطلبة بداعمين ومساندين، منهم من علمك حرفا، ومنهم من علمك أكثر، ومنهم من كان بدوره الإداري البسيط. واحدا ممن كانوا أصحاب الفضل لما حققه الطالب من نجاح، طلبة إعدادية راوة للبنين لم ينكروا معروفا لكل من أسهم في تعليمهم. هنا في هذه المدرسة أثبت طلبتها وكوادرها التدريسيون أن التربية قبل التعليم، فبعد أن أكمل أحد موظفي المدرسة الإداريين فترة خدمته وأحيل إلى التقاعد بعد سنوات عديدة من عمله فيها، تم توديعه بكل حب واحترام ليرحل وتبقى ذكراه في أروقة هذه المدرسة. بداية هي الوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، دائما ما يكون التربية قبل التعليم، والمؤسسة التعليمية أو التربوية هي مؤسسة متكاملة فنية ثقافية أدبية تربوية توعوية. قليل كل ما يقال في حق أستاذ مهند، رجال متفاني مخلص مواظب على الدوام، أول الواصلين آخر المغادرين، سجلاتنا قيودنا وثائقنا، يعني الرجل القائم بأعماله على أكمل ما يكون. فإحنا منا نوجه له تحية لأخونا أبو سيف، وما نقول له هاي نهاية مسيرتك، إنما بداية لحياة جديدة إن شاء الله. الأثر الطيب الذي تركه في نفوس التدريسيين هنا في مدرسة راوة جعلهم يودعونه بكل إخلاص ومحبة، ذلك لما لهذا الموظف من مكانة كبيرة في قلوبهم وقيمة إنسانية وأخلاقية طالما اقتدوا بها واستفادوا منها، مستشعرين حرصه وإخلاصه وتفانيه في عمله، فكان رحيله بالنسبة لهم خسارة وفقدانا مؤلما. كنت مواظب على العمل، ما أجل عمل اليوم إلى باكر، مواظب عملي، مهتم بشغل مالي، حريص وأمين بنفس الوقت، والحمد لله. والكادر من مدير مدرسة إلى مدرسين إلى إداريين موجودين في إعدادية راوة للبنين علاقة طيبة أنا وياهم. فمن طلع التقاعد الأكثرية والأغلب كلهم يعني تأثروا وقاموا لي الحفل اللي قاموا به وما قصروا. لم يكن الأستاذ مهند سعد الله تدريسياً، لكنه كان جزءاً من كادر تربوي لمدرسة مرت بها أجيال متعاقبة من الطلبة، أجيال ليس آخرها من احتفوا به، لكنهم آخر ما جناه من ثمار دوره في المسيرة التربوية والتعليمية. في لحظات الوداع أثبت الطلبة فكرة التربية قبل التعليم، فالاحتفاء بكادر المدرسة حتى غير التدريسيين منهم يثبت رفعة أخلاقهم في رد الجميل لأصحاب الفضل، لا سيما ذلك الفضل في طريق التعليم وتحطيم أسوار الجهل وتمهيد طريق النجاح. من قضاء راوة غرب الرماد، إدريس يحيى، قناة الفلوجة. وفي ذي قار، حيث رد طالب على قرار نقله من مدرسته إلى مدرسة أخرى بهجوم مسلح على سيارة مدير المدرسة، وهو ما أثار غضبا في الأوساط التربوية التي طالبت بضرورة الحد من التجاوزات على الكوادر التدريسية. هكذا حدث الاعتداء على مدرسة صفي الدين في ناحية أورا التابعة لقضاء الناصرية، حيث تم نقل أحد الطلبة إلى مدرسة أخرى بسبب ضربه لأحد زملائه، ولم تمضي نصف ساعة على قرار النقل حتى أنطرهم الطالب المنقول بوابل من الرصاص. فعرفنا أنه الطالب اللي فصلناه قبل نص ساعة تقريبا، مو فصلناه، نقلناه أثر مجلس مدرسين، نقلناه لغير مدرسة، وهذا أبسط إجراء على الحادث اللي سواه، ضرب صاحب زميلة ويا بنفس الشعبة، ضربها بوكس قوي كلش بحيث شق الشفة مالته وظل الدم على قميصه يجري. فشنو الإجراء اللي ناخذه؟ ماكو غير انه هو فصل ما تبقى، ولكن رأفة بحاله
قرر مجلس المدرسين فصل نقل إلى غير مدرسة. أصف ما حصل اليوم هو حادث إرهابي بامتياز، أن يقوم طالب أحد الطلبة طلبة الثانوية الصفي الدين بجلب بندقية كلاشينكوف ومشلح عتاد ويقوم بالإطلاق على المدرسة لمدة ثلث ساعة ودون تدخل قوات أمنية، وطالبنا السيد مدير الناحية ببعث لنا دورية الشرطة ولكن تأخرت إلى أن استمر الإطلاق لمدة ثلث ساعة. نقابة المعلمين في ذي قارة استنكرت الاعتداءات المتكررة على المدارس، مطالبة اللجنة الأمنية في المحافظة بأخذ دورها بجدية وحماية الكوادر التعليمية وبنايات المدارس من الاستهدافات المتكررة. احنا نستنكر هذه الحادثة، وخاصة تقوم من طالب من طلاب المدرسة وفي منطقة تقريبا آمنة، هي منطقة ناحية أور، لا بها مشاكل لا بها شغلات أخرى. احنا طبعا كنقابة المعلمين نهيب باللجنة الأمنية في المحافظة، اللجنة العليا الأمنية في المحافظة، أن تجتمع لترى ماذا يجري. ليس الحادث هو الأول من نوعه، فخلال أقل من 24 ساعة تمت مهاجمة مدرسة أخرى بالطريقة ذاتها، ليبقى قانون حماية المعلم في الأدراج ويستمر استهداف الكوادر التعليمية والمدرسين بظاهرة خطيرة جديدة على المجتمع العراقي. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة. أعلنت خلية الإعلام الحكومي عددا من الإجراءات بشأن ملف الأمن الغذائي والمائي، فيما أكدت السماح لوزارة التجارة باستيراد الحنطة بسقف لا يتجاوز 3 ملايين طن وتخفيض الرسوم الجمركية على الموارد أو المواد الغذائية والإنشائية والأدوية. وقالت الخلية أن الحكومة وافقت على إلغاء القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر، كما أشارت إلى إطلاق حصتين للسلة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، في حين لفتت إلى منصة أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاصة بتسليم شكاوى من قبل المواطنين بما يخص السلة الغذائية. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمن إجراءات مئات من جولات المراقبة للأسواق في جميع المحافظات، فيما قبضت على عشرات من المتلاعبين بالأسعار. وقال رئيس خلية الإعلام الأمن اللواء سعد معن إن الخلية أجرت 1350 جولة لمراقبة الأسواق في جميع المحافظات، تم من خلالها القبض على 188 شخصا من المتلاعبين بالأسعار، مشيرا إلى أن الخلية ضبطت نحو 100 حالة غش تجاري و105 معاملة غير مرخصة، في وقت أشار فيه إلى أن قيادات العمليات المشتركة كان لها دور في عملية السيطرة على التهريب. أولى آثار الجفاف بدأت تظهر على الزراعة العراقية التي انخفضت وبشكل كبير وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضروات والفواكه، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة خلال الأسبوع المقبل في ظل شبه اختفاء للمحاصيل في السوق. لا تبدو أزمة ارتفاع الأسعار عازمة على الانتهاء، فأسبابها ما تزال موجودة وآثارها لا تزال تلاحق المواطن ومصرة على تجويعه. فارتفاع الأسعار هنا في علوة جميلة بات كارثيا، فلهيبها تجاوز الحد المعقول وبات يلقي بظلاله على التجار قبل المواطنين. أما الأسباب فهي عديدة كما رصدتها عدسة الفلوجة. اليوم 5/4، احنا بشهر الفضيل، الأسعار ارتفاع اليوم مو طبيعي، يعني فد مرة الطماطة ب1300 1400، الباذنجان ب1400، الفلفل ب1750 اليوم بالجملة بالعلوة، يعني البقال بيش يبيع؟ يعني عندنا هسه اليوم احنا 4/5/4 ارتفاع مو طبيعي، فاحنا الناشد رئيس الوزراء ان يلتفت لنا، يعني سبب السيطرات يا اخي، السيطرات شوية خلي، هذا شهر رمضان يعني، بس اعفونا، بس بشهر رمضان اعفونا من السيطرات، يعني هي اقليم كردستان هناك السعر ب500 طماطه، تعطي نقل
4 ملايين 5 ملايين للسيطرات يلا تعبرها، لان ما يعبرون طبعا خاوي. اليوم الطماطه ارتفاع غالي، جميله معزله، الاستيراد مسدود، السياره الكنتر تاخذون علي 4 ملايين بالسيطرات. احنا ناس اصحاب مكان، انا بس لهم عند هاي الطماطه، وهاي الطماطه حش السامي الحيوان ما ياكلها العراقي، هاي صورها، هاي الطماطه انتهت، هاي عندنا موجوده، الحيوان حش السامي ما ياكله، شو انتهت زرع انتهى، انتاجنا العراق ماكو، افتح الحدود. الصدمه الكبرى في لهيب اسعار الخضار تلقاها المواطن دون سابق انذار، فهذا الشخص مثلا لم يكن يتوقع في يوم من الايام ان تصعقه الاسعار هكذا في سوق الجمله. اما اصحاب محال البقاله فحالهم أسوأ من ذلك. انا مواطن جيت فاجئت، جيت البوتيتا ب 1400، جيت البيض جان 1300 دينار، جيت الطماطم 1450 فاجئني، زين العده سكر ما ياكل، هسه الدين بعد ما نريد احنا زيت ما نريده، بوتيتا سلق ناكله، تفاجئت اليوم انا بالاسعار. شنو يعني المواطن ابتلى؟ يعني ابتلى من جبل العراق غضب على روحه؟ سوق جهنم، جهنم غالي كلش. يعني الطماطه ب 1350، انا احكي لك هنا واقفه 1350 كروه ومصرف وعلاقه ب 1500، يعني يجي المواطن يظل يصفن. هاك انا هسه هاي خيار اشتريته ب 1000 عمولة وقطعة. وبحسب مختصين فإن البلاد باتت بحاجة ملحة إلى خطة اقتصادية وتغيير السياسة الاقتصادية، فكلمة السر في الأمن الغذائي والاقتصادي هي الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، فضلا عن تنويع مصادر الاستيراد في حال عدم القدرة على سد حاجة السوق محليا. سيف علي، قناة الفلوجة، بغداد. ووسط أزمة الجفاف التي يبدو أنها لا تؤخذ على محمل الجد في العراق، يمضي إقليم كردستان ببناء 4 سدود جديدة تحصيدا لمصادر مياهه. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. حكومة إقليم كردستان ماضية في تنفيذ خططها الرامية لبناء 4 سدود جديدة في أربيل والسليمانية ودهوك لتقليل تأثيرات الجفاف وخزن ما نسبته 85% من مياه الأنهار والمسطحات المائية وتحسين الإدارة الاستراتيجية لمصادر المياه في الإقليم. كانت أعلننا بناء 9 سدود استراتيجية على الأنهر الرئيسية موجودة في إقليم كردستان، وقسم منها موجود دراستها كانت أشرفت أو حضرت من قبل وزارة الموارد المائية، فأكثرهن ضمن المخرجات الدراسة الاستراتيجية اللي نظمت أو تم الشرف عليها في سنة 2016 من قبل وزارة الموارد المائية. فتم الإعلان عنه، أكثر من 60 شركة طلبوا أو قدموا الطلب. ويواجه العراق بشكل عام مخاطر الجفاف بسبب شح الأمطار الموسمية والتجاوز على حصة العراق المائية وتحويل مجرى بعض روافد الأنهار وإنشاء العديد من السدود دون مراعاة للاتفاقات الدولية، الأمر الذي قد يضع معوقات قانونية وإدارية تمنع إقامة الإقليم للسدود لما لذلك من أثر على باقي المحافظات. حسب توقعاتنا الموجات الجفاف يستمر، لأن الشرق الأوسط كله متأثرة بالتغيير المناخي العالمي، الضرر يعني يبين أكثر من على الشرق الأوسط، وإحنا من الشرق الأوسط يعني نتوقع الموجات الجفاف إذا يعني يستمر. ويوجد في الإقليم حاليا 3 سدود رئيسية كبيرة هي سد دوكان ودربندخان وحمرين لتخزين 10 مليارات متر مكعب من المياه، تضاف إليها 4 سدود جديدة قيد الإنشاء لتخزين المياه وتجاوز أزمته بعد توقف إطلاق حصص البلاد المائية من دول الجوار. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. أعلنت شركة سي أم سي الصينية للهندسة أن الائتلاف التجاري التي تنتمي إليه وقع عقدا بنحو 412 مليون دولار مع شركة كويت أنيرجي في البصرة بشأن مشروع منشئة لمعالجة الغاز الطبيعي في العراق. وكشفت وزارة النفط عن حجم حاجة العراق من الغاز الطبيعي يوميا
فيما وضعت موعدا تقريبيا لاستكمال المشاريع الحالية وتقليل الاستيراد. وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن تشغيل مشاريع الغاز التي يعمل العراق عليها حاليا يحتاج من 3 إلى 4 سنوات لتدخل بالتدريج في الخدمة، وبالتالي تقل الحاجة إلى الاستيراد. وفي ظل أزمة وقود في عدد من المحافظات، تصرح وزارة النفط بنيتها رفع سعر زيت الوقود الغاز في وقت يسعى فيه العراق لمساعدة لبنان في حل أزمته الوقودية والاقتصادية، الأمر الذي دفع مواطنين للمطالبة بعدم رفع سعر الوقود طالما توفر المنتوج بشكل فائض عن الحاجة. أكثر من 30 مليون لتر يستهلك العراق يومياً من مادة البنزين فقط، بينما تعتزم وزارة النفط رفع أسعار زيت الوقود بحجة أنها تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، فيما يقدم العراق مساعدات من الغاز للدول التي تعاني من نقص في التجهيز بالوقود. ارتفاع أجور الطاقة يؤثر على كل المنتجات الأخرى ويرفع الأسعار، وهي الدينامو الأساسي يعني للصناعة للزراعة، فارتفاع هاي النسبة الكبيرة بالتأكيد سيزيد من التضخم النقدي ويرفع الأسعار، تبقى الطبقات الفقيرة كأنه انخفضت رواتبها. وإذا ما أصرت وزارة النفط على القرار فإنها ستزرع للحكومة المقبلة قنبلة اقتصادية موقوتة بسبب الاعتماد شبه التام على مولدات الكهرباء الأهلية، حيث سترتفع الأجور ويدفع ضريبتها المواطن. عندما يتم ارتفاع يعني أسعار المشتقات النفطية، فبالتالي سوف تؤثر بشكل واضح العديد يعني ملايين السيارات متتواجد في العراق، والعديد من الكسب يعملون كسواق لهذه السيارات الأجرة، وبالتالي سوف يكون ارتفاع واضح في الأسعار، بل حتى أسعار المولدات الأهلية التي يعتمد عليها المواطن العراقي لتجهيز الطاقة الكهربائية سوف ترتفع أسعارها بشكل ملحوظ، وبالتالي يعني تولد وتعطي يعني أعباء إضافية على المواطن العراقي، فبالتالي تكدس وتراكم هذه الأعباء قد يساعد المواطنين على القيام بتظاهرات أو احتجاجات للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي. لبنان واحدة من الدول التي يقوم العراق بدوره الأخوي تجاهها لمساندتها في أزمتها الاقتصادية، ومع تأييد المواطن للموقف العراقي فإنه يطالب بسياسة لا تكيل بمكيالين بين الداخل والخارج، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي جعلت العراق بلدا تفيض خيراته على الجيران وعياله مساكين. من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة. أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكمين بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مجرمين اثنين بحوزتهما أكثر من كيلوغرام من المواد المخدرة. وذكر الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أن المحكمة وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمها وفقاً لأحكام المادة 28 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017. أمنياً أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 28 متهماً وضبط طائرة مسيرة في العاصمة. وقالت القيادة في بيان أن المفارزة المشتركة في قيادة العمليات ألقت القبض على المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمون بحيازة الأسلحة والأعتداء غير المرخصة ومتاجرين بالمواد المخدرة. وأشارت إلى ضبط طائرة مسيرة درون وعدد من الأسلحة والأعتداء غير المرخصة مع كمية من المواد المخدرة. أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال 40 مبتزا في مختلف المحافظات خلال الشهرين الماضيين. وذكر الجهاز في بيان أن مفارز الجهاز في عدد من المحافظات وبعد استحصال الموافقات القضائية وضمن واجبات جهاز الأمن الوطني وجهوده في مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، تمكنت من القبض على المبتزين، مشيرا إلى تدوين أقوال المتهمين أصولا واعترفوا بمساومتهم
للنساء بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القانونية المعنية لينالوا جزاءهم العادل. في غضون ذلك، عقدت منظمات مدنية مؤتمرا للكشف عن آثار الضرر على المدنيين جراء الغارة الجوية الهولندية على قضاء الحويجة في محافظة كركوك عام 2015، وأكد المشاركون على ضرورة تعويض عائلات الشهداء فضلا عن التدخل السريع بمعالجة الجرحى وتأهيلهم نفسيا، كما وطالبوا بضرورة إعادة إعمار المنطقة المتضررة ورفضها بالخدمات الأساسية وبناء المدارس. التدخل السريع في معالجة الجرحى لوجود محاولات انتحار من بينهم. ثالثا، دعم مراكز الدعم النفسي والاجتماعي. رابعا، إعادة بناء مساكنهم وإعادة ومن أهمها الخدمات الإنسانية من الماء والكهرباء، بالإضافة إلى الخدمات الصحية وإعادة بناء المدارس في المنطقة. معالجة موضوع البطالة من خلال تقديم مشاريع دعم لذوي الدخل المحدود وإعادة بناء الحي الصناعي الذي يمثل مركزاً رزق أساسي للعديد من سكان هذه المنطقة. تقديم المساعدات خصوصاً في بلدنا والمناطق التي عانت ويلات الحروب، وعلى رأسها جنوب غرب كركوك بالتحديد قضاء الحويجة وقراه ونواحي. نحن كجهة تنسيقية للمنظمات نود أن نبين المعاناة التي يعيشها أهالي الحويجة والمتأثرين بهذه الضربة، كما نود أن نعلمكم بأنه لا تزال المعاناة مستمرة لحد هذا اليوم، وكل العمل الإنساني الذي قدم من قبل المنظمات الدولية لا يرتقي بمستوى المعاناة التي عانتها تلك المناطق. نعمل لبناء السلام مع جميع المنظمات كيد واحدة لنساعد المدنيين المتضررين وتأهيلهم نفسيا وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعدما عانوه من آثار، ونحن نحرص على إيصال كل النتائج التي نتوصل إليها عن الوضع الإنساني إلى جميع المنظمات الدولية والحكومة المركزية. هذا وعرض عدد من المتضررين المدنيين نتائج ما تعرضوا له من فقد لعديد من أبنائهم، فضلا عن معاناة عدد منهم من الإعاقة دون تلقيهم أي مساعدات أو علاج، مما أدى إلى تفاقم حالاتهم. أقول يا مفاجأة، الحويجة الساعة 12 بالليل صار قصف فجأة، طائرة واحدة دمرت حويجة بعيد من ضحايا من معوقين من شهداء ما خلص. أنا بالنسبة لي عندي شهيدة، بنت شهيدة، والثانية لا، ضمت برقبتها هسه بيها سرطان، ودي فقدوا وظائفهم بسبب القصف هذا، لاحظوا كلها ما ضرت احنا. الله يشكرك. بعد مثل قبل يعني ايدي تشوهت، صار عندي اعاقه بايدي. ما يصير يعني انا يجي يصير في من اشخاص او سبب النواني. على مدى 7 عجاف لم تذق أمهات المغيبين طعم الابتسامة بعد أن فقدن فلذات أكبادهن، فاليوم في رمضان الفضيل تبعث الأنبار رسالة بدموع الأطفال وأنين الأمهات لعلها تجد آذانا مصغية للكشف عن مصير المغيبين في المحافظة. يا ربي بجاه رمضان الله يبين لنا إياهم ليلانهم ببطن قطاع، يا رب جيب ولدنا ترى شتنا الشوق عليهم وأطفالهم ميتة ذيك تبكي عليهم. هكذا هو الحال. أقول يا مفاجأة، الحويجة الساعة 12 بالليل صار قصف فجأة، طائرة واحدة دمرت حويجة بعيد من ضحايا من معوقين من شهداء ما خلص. يا ربي بجاه رمضان الله يبين لنا إياهم ليلانهم ببطن قطاع، يا رب جيب ولدنا ترى شتنا الشوق عليهم وأطفالهم ميتة ذيك تبكي عليهم. هكذا هو الحال هنا، الاشتياق لأولادهن أصبح لا يطاق،
سبع سنوات مرت لكنها لم تكن كافية للكشف عن مصير المغيبين في الصقلاوية والرزازة. ولدنا أبرياء راحوا وعافوا جهيلهم علينا، وإحنا الأمهات تكسرنا، ما عاد نقدر نمشي ولا بينا لا هاي ولا ذيش. ولدهم وجهيلهم من يعيشهم؟ نطالب كل من قاعد على كرسي وعنده شرفية وقلبه يلتوي على ولد العرب، ونطالبه يروح يدور لهم بأسرع وقت. هاي سبع سنين بدينا ما عاد نتحمل لو إيش، هم قاعدين وسادين حلوكهم عليش، وإحنا فايعين لابسين عبينا وفايعين. عجل من حكومتنا ما تنتهي في ولدنا، عجل إحنا عشان ننتخب راح نروح نشيل من العراق نطلع. ما هاي ولد تنعاف بصلاة محمد عليكم يا الحكومة يا العرب. دموع الأمهات وأنينهن عسى أن يحرك ضمائرهم. راحوا من يوم 3/6 انفقدوا، ولحد الآن نطالب بيهم، وكل ما نقول لهم عليهم يقولوا لهم احنا ندورهم ونجيب لكم اياهم، ولحد الآن ما حد جاي يجيب لنا اياهم. ضلينا لا حول ولا قوة، لا زلم عندنا ولا كل شيء، بس النساوين ضلينا. ما أقدر أحكي. في الصقلاوية أكثر من 1000 مغيب، وفي الرزازة تجاوز العدد الضعفين. آلاف المغيبين في الأنبار تركوا خلفهم عائلاتهم التي تبحث عمن يسمع شكواها ويلبي مطالبها، فأكبر الأمنيات أن يلتقوا بأولادهم، وما أبسطه من مطلب وما أبعده من حلم. نحن لنا مغيبين، نحن لنا مغيبين في الصقلاوية والرزازة ومناطق أخرى، نحن نطالب رئيس الوزراء بحل مصيرهم، وعليه أن يتدخل، وكونه القائد العام للقوات المسلحة أن يوقف كل من يحاول أن يصل أو يتدخل في محافظتنا من غير القوات المسلحة العراقية. ما يزال الأمل يلازم هؤلاء الأطفال وهم يتحملون مشقة الحياة في سنهم المبكرة، خصوصا أنهم ينتظرون عودة آبائهم الذين غيبوا قبل سبع سنوات، متسائلين متى سيكشف عن مصيرهم. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. في ديالى، ورغم سكن نقيب المهندسين وسط مدينة معقوبة وبمربع أمني، تمكن إرهابيون من الوصول إلى منزله بدراجة نارية وزرع عبوات ناسفة، مما أدى إلى أضرار مادية في خرق هو الأول منذ أكثر من عام في معقوبة، مثيرا للمخاوف من تدهور الأمن في المحافظة. في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، دراجة نارية تقل شخصين وسط مدينة معقوبة يضعان عبوة ناسفة بمنزل نقيب المهندسين، أدى انفجارها إلى أضرار مادية، لكن النقيب وجميع أفراد عائلته نجوا من محاولة الاغتيال. حادث يثير المخاوف، لا سيما أن سكن المهندس حسين العبيدي لا يبعد سوى 200 مترا عن النقطة الأمنية. البارحة الساعة تقريبا 41 دقيقة كنا قاعدين بالبيت، وصار دوي انفجار كلش قوي بالفرع، فأنا بصراحة ما متصور انه الانفجار علي. كنا قاعدين انا واطفالي تدرسهم، سبحان الله برا الانفجار تقريبا 3 دقائق صعدت فوق، شفت انه اهل المنطقة كلهم مجموعين في يعني ببابي. والله هو المنافسة صحية موجودة، بس ما متوجه لأي تهديد سابق بهذا الموضوع. بالنسبة لي بالنقابات، خضنا تقريبا قبل أيام الجمعة المضت انتخابات كانت نزيهة في بغداد، وكان دور ديالة كلش فعال بالانتخابات مال في بغداد، فيعني هاي كلها مسببات ممكن انه تدفع هذول الناس الحشاك المسيئين لهذه الاعمال الارهابيه. خبراء امنيون في المحافظه حذروا من تدهور الاوضاع الامنيه في ديالى لتعود الى مربع الاغتيالات والمفخخات التي تستهدف الابرياء، تزامنا مع استداد حده الخلافات السياسيه لتشكيل الحكومه. انه هذا الخرق خرق كبير، يعني ممكن انه يعود الى رجعنا المربع الأول، خاصة بعد المناكفات السياسية اللي وعدم الاتفاق على مود في سبيل تشكيل الحكومة الأخيرة. يعني
والمشاكل اللي صارت، خوفا من عودة المفخخات والاغتيالات. وفي الوقت الذي فتحت فيه الأجهزة الأمنية تحقيقا وانتشرت بالقرب من موقع الحادث، اكتفت بالصمت الإعلامي حول ملابسات دخول المنفذين منطقة تعد أحدى أكبر المناطق أمنا في مركز المحافظة. خرق أمني وسط بعقوبة والمخاوف من عودة الاستهدافات والاغتيالات لديالى بعد أكثر من عام على استقرار الأوضاع الأمنية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. لعبة شعبية في كركوك يتجاوز عمرها 125 عاما، تعتبر تقليدا أساسيا لليالي شهر رمضان. لعبة الصينية التراثية الأكثر شعبية بين مكونات المحافظة، نتعرف عليها في هذا التقرير. على أنغام الفلكلور الكركوكي يقضي غالبية الشباب ليلتهم الرمضانية في الكافيهات والأماكن العامة، ممارسين لعبتهم الشعبية المفضلة الصينية، اللعبة الرائجة في شهر رمضان. مئة وخمسة وعشرون عاماً وما زالت أقداح هذا الموروث تتمايل بحثاً عن النرد المخبأ بأحدها. لعبة الصينية التراثية بجذورها التركمانية تجتمع عليها المكونات الأخرى. بشهر رمضان المبارك بكركوك مشهور لعبة الصينية. اللعبة الصينية باقي من التركمان. اللعبة الصينية دائماً كل شهر رمضان مبارك، من أول يوم رمضان لآخر يوم رمضان، المحلات والأسواق كل شيء اسمه يلعبون الصينية. الصينية من الأزل باقي. قبل كان مثلا من كركوك يروحون لأربيل، ومن أربيل يجون لكركوك يلعبون الصينية. وهسه طبعا تغيرت الظروف، هسه ماكو مثلا نروح لأربيل لكركوك، كل من محافظته، وحتى في محافظة أربيل موجود لعبة الصينية مشهورة، لعبة الصينية محافظة أربيل. فريقان مقسمان على مجموعتين بعدد غير محدد يتبادلون أدوار ما يعرف باللهجة المحلية سيني زرف، والتي تتألف من 11 كأسا حديدي بحثا عن خاتم صغير أو نرد. يعني مثل تقريبا يشبه المحابس، ففريقين، فريق منا فريق منا، ثلاثة منا يقعدون ثلاثة منا، الأسطى بالوسط يقعد، والاثنين لاعبين منا ومنا يمين يسار. هذا كل واحد ياخذ ثلاث صينية، أول مرة أسطى ياخذ ثلاثة، بعدين اليمين، بعدين يسار. كم عدد الأقداح الموجودة بالصينية؟ 11. ليش؟ والله على أساس 11 الشهر، ورا هذا يعني يمثل 11 شهر، بعدين رمضان يأتي يعني وراء العيد. ما أن تنظر إلى هذه التجمعات الشبابية وهي تمارس لعبتها المفضلة تشعر بأجواء رمضانية استثنائية، كونها ارتبطت ارتباطا وثيقا بشهر رمضان المبارك، ومنها بإمكانك أن تتعرف على عادات وتقاليد مكونات هذه المدينة التي تمتاز بخصوصية تختلف عن باقي المحافظات العراقية. من كركوك، عبد الله العامري، قناة الفلوجة. مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة نذكركم بأهم ما فيها. الانسداد ينقل البلاد إلى الفراغ، إخفاق تمرير رئيس جديد للجمهورية خرق دستوري واستمراره يفتح جميع السيناريوهات. المالكي والحكيم يؤكدان أهمية تشكيل حكومة توازن وطني ويشددان على ضرورة مشاركة المكون الأكبر في الحكم. لحفظ الأمن الغذائي وضبط الأسعار، جولات تفتيشية في الأسواق المحلية وثلاثة أشهر من الاستيراد الخارجي لتحقيق الاستقرار. للمزيد من الأخبار والتقارير، الفلوجة .tv وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي دائما، فيسبوك، يوتيوب، تويتر. شكرا لكم على كرم المتابعة. إلى اللقاء.